من الرواية التي رصدت تجربة التحقيق في زنازين الاحتلال إلى فيلم ب71 دقيقة ترى بأم عينك ما يجري خلف الجدران لترى من منظور آخر قبح الواقع ومرارته. فيلم ستائر العتمة الآن يعرض على الشاشات. للحديث بالتفاصيل عن تجربة نقل الرواية إلى الفيلم يسعدنا أن نستضيف الأستاذ وليد الهودلي كاتب الرواية أو السيناريو والأستاذ محمد الكرمي مخرج الفيلم. هلا صبحكم بالخير، شرفتونا. أهلا وسهلا. بالبداية يعني كان افتتاح الفيلم بالأمس، حدثونا عنه. يعني تفضلوا. يعني كان حضور عظيم، هذا بدلل على إنه شعبنا حي ويستحق الحياة، ويستحق الحياة بكرامة وبعزة وبكل معاني الحياة العظيمة. يعني شعب يستحق التقدير. كان إقبال جيد على الفيلم، وهذا يدل إنه فعلا الاهتمام بالأسرة وقضايا الأسرة قضية مهمة جدا لدى الشعب الفلسطيني. تفاجأنا بحجم الحضور، كثير كثير أكثر مما توقعنا. القاعة امتلأت وأضعاف ما في القاعة خارج القاعة، فكان هذا يعني شيء جديد في عالم التضامن مع الأسرة. احنا تعودنا على شغلات تقليدية، احتجاج، مظاهرة، وصار العدد يتناقص، فهذه طريقة جديدة لشد الجمهور. رحتوا للسينما يعني؟ نعم، رحنا للسينما دراما، وهذه تأتي ضمن مشروع كبير أنا بطرحه، دراما في خدمة أسرانا. كان هذا العمل الرابع، كان العمل الأول مسرحية النفق، ثم رحنا على الأنيميشن، عملنا للأطفال، وعملنا مدفن الأحياء، قصة المرضى في السجون، وهذه قصة التحقيق في السجون، جاءت فيلم ستائر العتمة العمل الرابع اللي إن شاء الله نأمل أنه يستمر حتى تصير قضية الأسرة هي قضية الشارع الفلسطيني بقوة وامتياز. طبعا أستاذ أنت الكاتب للمسرحية وأنت المخرج للفيلم. للفيلم، نعم. طب خلونا نشوف مقطع من الفيلم اللي هو كان كتاب ونقلته لفيلم. راح نشوف منه مقطع. حين يوضع الأسير وقد جرد من كل شيء، أنا حبيبي يقال، وهم يحسبون أنفسهم يملكون كل شيء، هكذا يقولون أن المعركة محسومة لصالحهم، ذلك بأنهم لا يدخلون في حساباتهم أن هذا الأسير يملك إيماناً وإرادة وكرامة. يعني دخلنا بالجو احنا بدل لما ضحك الممثل. يعني كانت لقطه جميله انكم عملتوها بالبرومو تاع يعني نطلع للكواليس شوي. يعني فرجتونا شوي كمان. نعم. كيف تشتغلوا؟ كان صعب تلاقوا ممثلين؟ والله حقيقه نقلنا اول شيء بدايه طبعا تحيه اليك ولمشاهدي قناتي الفلسطينيه الكريمه. فموضوع انه نلاقي ممثلين، طبعا في ايمان مطلق انه هناك مواهب، وهناك ايضا من حق هذه المواهب أن تعطى الفرصة لتقديم ما عندها من إبداع، وفلسطين تظهر سواء كان في الإبداع الصمودي في من خلال رواية ستائر العتمة وأبطالنا الأسرى البواسل، وتجسيد هذا الواقع من خلال تمثيل الفيلم بالضبط والأداء التمثيلي. نعم، هناك كوكبة من الممثلين، أستطيع أن أقول لربما هي في إطار الهواية أكثر من الاحترافية، إلا أن استطعنا بقدر ما يعني نستطيع أن يكون هناك لمسة وبصمة تركت أثر في هذا الفيلم من خلال طبعا الممثلين. طب بالنسبة لمواقع التصوير أو يعني الأدوات اللي استخدمتوها، كان في صعوبة أنكم تلاقوها؟ طبعا كل الشكر بداية لهيئة الأسرى وشؤون المحررين اللي
أسهمت إسهام كبير في تسهيل طبعا الدعم اللوجستي. كان التصوير في سجن الفرعة سابقا، هذا السجن كان بمثابة مسلخ يوم من الأيام، طبعا تجسيد للواقع بعيد عن أي نستطيع نقول رتوش أو إلى حد ما تزييف لواقع معين، لا نحن تحدثنا عن واقع هو في الأصل سجن. عندما نتحدث من خلال ما رأيتم في تريلر الزنازين، هي زنازين واقعية طبعا، هذه الزنازين التي تعرض كثير من شعبنا الفلسطيني للاعتقال في هذه الزنازين وهذه الغرف، هي نفسها هذه الزنازين وهذه الغرف. طبعا نشكر كل الذين ساهموا من مؤسسات وشخوص على تسهيل هذه المهمة، بالعكس يعني سررنا جدا عندما كان التعاون بشكل مطلق من خلال هذه المؤسسة. عندما نتحدث عن قضية الأسرى هي قضية حيوية تمس كل المجتمع الفلسطيني، فالشكر للجميع أيضا. أكيد أكيد. طب أستاذ أنت كتبت الرواية، كيف كانت فكرة كتابة الرواية، وهل الرواية لبت دور الفيلم أو وصلت الفكرة اللي أنت حابب توصلها لما انتقلت من قصة إلى فيلم؟ الله يستر، الله خايف من جواب بس. هي الرواية كانت أمنية، أنا خضت أول تحقيق إلي سنة 79 من القرن الماضي، فكنت شاب في مقتبل العمر، وأثناء وجودي في الزنازين والعذاب والقهر والتحقيق صارت عندي أمنية أن أكتب ما يجري. طبعا هذه الأمنية موجودة عند مئات الألوف من الأسرى اللي مروا في أقبية التحقيق، كل تمنى أن يكتب عن هذه المرحلة الحساسة. الآن مضت السنين ولم أكتب، انحبست مرة ثانية سنة 90 يعني بعد 11 عام، ثم تمنيت أن أكتب ودخلت في حبسة عمرها 12 سنة ولم أكتب إلا في السنة التاسعة. من طول التسع سنوات وأنا ألتقط قصص من المعتقلين اللي مروا في الزنازين. السنة التاسعة مع بداية انتفاضة الأقصى صارت تجينا مجموعات، كنت أنا في سجن عسقلان في حينها، تجينا مجموعات قد وقعت في نفس الأخطاء اللي كنا نقع فيها في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، يعني تكرر أخطاء نفس الأخطاء. فكان انتفضت على نفسي، قلت لازم أكتب الآن، وقتها أخذت القرار أن أكتب، لازم أكتب وحول الأمني لحقيقة لتجربة. فبدأت بكتابة التجربة، هي عبارة عن ملحمة مروا فيها على عشرات السنين كثير من الأسرى والأسيرات، وعانوا وعذبوا، فلابد من تكثيف هذه التجربة الطويلة في عمل روائي. طبعا أثرت أن يكون عمل رواية حتى يكون مشوق، حتى القارئ يعني من بداية الرواية نهاية الرواية هو متشوق ويستمر حتى النهاية، فتصل له رسائل الخبرة والتجربة في هذه الفترة الحساسة. والحمد لله الرواية نجحت، تلقفها بيت الشعر الفلسطيني وتم نشرها الطبعة الأولى، كنت في حينها في السجن ثم خرجت وطبعت بعد ذلك لغاية اليوم 10 طبعات، عدد كبير جدا استفادوا من هذه الرواية. والآن مع انحسار فكرة الرواية، مع انحسار القراءة لصالح الصورة، صح، فقلت لابد من التعبير عن الرواية بلغة الصورة. هي لغتين لابد منهما، لغة القلم ولغة الصورة. الآن العمل الدرامي هو لغة الصورة، هو أكثر تأثير وأكثر انتشار، لذلك يعني أنا والأخ محمد تضافرت جهودنا مع فريق عمل حوالي 50-60 ممثل وفني ومصور، تضافر جهودنا لإنتاج هذا العمل اللي امبارح يعني شفنا في باكورة عرضه، العرض الأول رأينا نجاح الحمد لله وإقبال شديد، هذا شجعنا إنه نستمر في نشر هذه الرواية هذا الفيلم، وكذلك نعمل أعمال أخرى في هذا الميدان، ميدان دراما في خدمة أسرانا. سنستمر إن شاء الله حتى تصير ثقافة المجتمع الفلسطيني، احنا يعني هي ثقافة قوية ومتماسكة، يعني صمود الشعب الفلسطيني في وجه أعتى احتلال عرفته البشرية، هذا يدل انه هذا شعبنا شعب قوي قوي وشعب جبار وعظيم. لذلك احنا يعني لا نضيف شيئا كثيرا، وانما نسهم في تعزيز هذه الروح الموجودة اصلا، نسهم في تعزيز هذه الروح، نسهم في مسألة مهمة جدا اللي هي تعميق الوعي الأمني. بصراحة حكي الوعي الأمني مهم جدا، لا المدارس ولا الجامعات ولا المعاهد ولا حتى الفصائل تزود المواطن بالوعي الأمني المطلوب. لذلك التجأنا لهذا الأسلوب، أسلوب العمل الأدبي والعمل الفني دراما، من أجل المساهمة في رفع
منسوب بالوعي الأمني لدى شبابنا وفتياتنا، اللي كل واحد منا عرضة أنه يدخل معتقل ويمر في الزنازين. لذلك لابد أن يحصن، أن يؤهل، أن يكون عنده فكرة على الأقل إيش هي هذه الزنازين، ماذا يجري في هذه الزنازين، أساليبهم الخبيثة، وسائلهم الإجرامية كلها تكون مكشوفة. لذلك احنا سمينا الفيلم ستائر العتمة، يعني في مكان مجهول مظلم جدا الستائر. خلف الستائر، فنريد أن نكشف هذا الستائر حتى نفضح الممارسات الإسرائيلية، ما وراء المنظور يعني نفضح الممارسات الإسرائيلية، بالإضافة لكشف أساليبهم الخبيثة لشبابنا الفلسطيني. يعني أنتم عندكم أعمال قادمة، يعني أنا فهمت أنه الفيلم لبى حاجة الكتاب أو لبى الغاية الأساسية من الكتاب اللي أنت ألفته. طريقنا مع الاحتلال طويل، لا ندعي أنه لبى كل شيء، هو خطوة مهمة إن شاء الله، لكن يجب أن يتبع بخطوات إن شاء الله. واستغرق العمل الفيلم قديش المدة اللي استغرقت؟ هذه للمخرج أكيد. طبعا من خلال الإعداد والتجهيز التصوير المونتاج يعني ما يقارب 4 إلى 5 شهور، فترة يعني كان منجز، فترة يعني هي فترة يعني متوسطة، لا نستطيع أن نقول قليلة ولا نستطيع أن نقول يعني بس نوعا طويلة. ما هي قليلة لفيلم مدته 71. نعم لكن هناك كان ضغط، يعطي العافية كل الشباب اللي اشتغلت، كان ضغط ليل نهار. طبعا بشكر مركز الشهيد صلاح خلف وإدارته والمجلس الأعلى للشباب الرياضة اللي كمان أتاحوا لنا الفرصة في موضوع أنه المنام هناك، الإقامة هناك على مدى 20 إلى 25 يوم، تصوير ليل نهار شغل يعني بشكل متواصل وشكل مثابر. فطبعا احنا اذا بدنا نحكي عن اعمار افلام في شغل افلام، لا هي بتقعد كمان شهور طويله ان لم يعني تتجاوز سنه او اكثر. لكن هناك كان محفز للشباب بشكل عام انه هذه القضيه تعني الكل، تمس الجميع، فالكل معني لانه مش مشكله موضوع السهر، موضوع التعب، موضوع الجهد، كله متوحد، التركيز بالضبط انه هذا العمل ان يرى النور، والحمد لله رب العالمين يعني اخيرا راى النور. طب بالنسبه للفيلم اضاف شيء للقصه؟ يعني لما جسدتوا القصه او الروايه بالفيلم، الفيلم اضاف شيء للروايه؟ اخت لينا، طبعا منطقيا في كل الاعمال الدراميه او الفنيه لا يمكن بكل موضوعيه، طبعا مع تقديري للاستاذ ابو احمد الاستاذ وليد وتقديري للروايه، لا يمكن اي عمل فني ان يضاهي الروايه. الروايه عندما تكتب هناك الخيال الواسع، هناك يعني المشاعر والإحساس، والكاتب ما بيحسب حساب التكاليف ولا اللوجستيات ولا الفنيات ولا شيء، فبكون الواحد ماخذ يعني مدافع في الكتابة. لكن في واقعية الرواية عندما تنتقل إلى فيلم، لا هناك واقعية تنحكم بالضبط، ننحكم، لكن نحاول قدر الإمكان أن نصل على الأقل إلى المفاصل والمحاور التي يعني تضمنت الرواية. فأتمنى إن شاء الله يعني الأستاذ وليد يكون راضي علينا من خلال العمل إن شاء الله. إن شاء الله. طب الإضافة اللي أضافها هذا الفيلم للسينما الفلسطينية شو هي برأيكم؟ جاوب ولا جاوب أستاذ محمد؟ كل واحد يعني أنا نعم. إذا من جاوب لا تفضل. يعني هي الإضافة أنه لامس حاجة مهمة في الشارع الفلسطيني، شباب فتيات عرضة أنهم يدخلوا المعتقل، فلامس هذه الحاجة وهذه الضرورة، أصلاً هي ضرورة، شعب بقى تحت احتلال وفي حالة مواجهة، إذن إحنا في حالة صراع إرادات، إرادة من ستنتصر في النهاية، أيضا صراع أدمغة، يعني صراع أدمغة وصراع إرادات. فإذا هم أوعى منا وأكثر منا قدرة على حط الأمور بكل أساليب التأهيل للانتصار، راح ينتصروا علينا. وإذا إحنا لا، إحنا واكبنا التجربة واكتسبنا الخبرة واستفدنا من الخبرة السابقة ودخلنا صراع الأدمغة بقوة واقتدار، وأيضا كان عندنا الإرادة القوية، وهذه الإرادة الحمد لله موجودة، سر صمودنا وثباتنا في هذه الأرض هو إرادة هذا الشعب، بالإضافة إلى الوعي وبالإضافة إلى أنه ندخل صراع الأدمغة بقوة، أكيد إحنا رايحين ننتصر في نهاية المطاف، لأنه إحنا أصحاب قضية مقدسة، أصحاب قضية عادلة، لذلك الانتصار إلنا، لكن يحتاج إلى التأهيل والتدريب، ونحتاج إلى استخدام كل الأدوات الحديثة. الدراما والفيلم السينمائي هو من الأدوات الحديثة لإيصال لنقل صورة معينة أو رسالة معينة وللتأثير. فبتصور هذه هي الإضافة، إضافة نوعية في عالم صراع مع المحتل، وفي عالم صراع الوعي، وبالتحديد الوعي الأمني، أن يكون واضح
في موضوع الوعي الأمني هي إضافة نوعية للشعب الفلسطيني. نعم، بعد إذنك أخت لينا، يعني ممكن إضافة على ما تفضل به الأستاذ وليد. عندما نتحدث عن الإضافة في السينما، نستطيع أن نقول المحلية أو العربية حتى، في مسألة مهمة جدا بالذات الدراما الفلسطينية. نحن نفتقر لأمور كثيرة يعني مقارنة في الخارج، لكن الذي يطمئن أن الدراما الفلسطينية في خط بياني متصاعد إلى حد ما، وإن كانت الخطوات وئيدة شوي، لكن بالدرجة الأولى بهمنا جدا بالذات في القضايا المركزية الحساسية وعلى رأسها قضية الأسرة، إنه ننقل هذا يعني هذا الألم وهذه مرارة طبعا المعاناة، ولا سيما الكشف عن جرائم الاحتلال في حق الأسرى الفلسطينيين طبعا في سجون الاحتلال، ولا سيما عندما نتحدث عن إنسان وليس رقم، وليس رقم، هذا الأسير هو إنسان بالدرجة الأولى، يجب أن يلقى الضوء عليه، يجب أن نخاطب فيه العالم أيضا، سواء كان زي ما تفضل الأستاذ وليد ممكن في الاعتصامات، في المظاهرات، في كل طبعا في المجال الدبلوماسي أيضا، ونتحدث في المجال الفني تحديدا، ولربما في الوقت الحاضر إنه فعلا الدراما لها تأثير أيما تأثير في طبعا نستطيع أن نقول الرأي العام العالمي إن استطعنا أن نقول. فلذلك يجب أن تتضافر الجهود حقيقة من مخرجين فلسطينيين، كل شكر لمن ساهم في أي عمل وطني لأن نوصل قضيتنا وصوتنا الفلسطيني للعالم بشكل عام. فنتمنى أنه إحنا نكون على الخط الصحيح في نقل هذه الصورة. أكيد إن شاء الله، يعني طبعا فينا نحضر الفيلم إحنا هلا عم بعرض على شاشات السينما، و ألف مبروك يعني طبعا بحب أهنيكم على هالعمل والإنجاز. الله يبارك فيك، وإن شاء الله بنسمع عن قصص وروايات وأفلام جديدة من إخراجكم ومن كتابتكم إن شاء الله. كل شكر لك سيدي. شكرا لكم مشاهدينا، هيك وصلنا لختام فقراتنا لليوم. طبعا بحب أشكركم، أشكر طاقم العمل وأشكر ضيوفنا في استوديو. إن شاء الله بلقاكم بكرة، وخلوكم معنا.